بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نتحدث عن صحابي جليل، عن علم من أعلام الإسلام، هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، معاذ بن جبل خزرجي أنصاري، لكل واحد كنية يكنى بها، ويكنى معاذ بأبي عبد الرحمن. معاذ بن جبل عالم، إمام، فقيه، أسلم وهو ابن 18 سنة، شهد بدراً، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بايع يوم العقبة الثانية فصار من السابقين الأولين، وهو من الذين نصروا والذين آذروا والذين وقفوا إلى جانب هذا الدين بكل ما يملكون من قوة. سبحان الله، إخوة الإيمان، الرجل يرتقي في سلم العلم درجة درجة. هذا معاذ بن جبل بلغ من الفقه والعلم المدى الذي جعله أهلا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شهادات، نحن نعطي شهادات الاستحسان وشهادات التقدير وشهادات الكفاءة، تارة يستحقها صاحبها وتارة لا يستحقها، إنما نعطيها مجاملة. أما الحبيب المصطفى عندما يعطي شهادة فكأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحانك يا رب. معاذ بن جبل كان كبير الشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في استنارة عقله، في شجاعته، في ذكائه. طيب، هذا من أين نراه؟ عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمون إخوة الإيمان، عندما تدخل فئة، تدخل أمة، يدخل قوم في الإسلام، يرسل لهم الحبيب المصطفى من يعلمهم. ونحن قلنا عندما تحدثنا عن مصعب، قلنا أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الناس القرآن. هنا أرسل الحبيب المصطفى من؟ أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما. أراد أن يسبر غوره، فقال له: بما تقضي يا معاذ؟ فأجاب قائلا: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي لا آل عليه شيئا. إذن إعمال الرأي ضروري عند عدم وجود النص في الكتاب أو السنة. فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قولته الجميلة جدا: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هؤلاء من تربوا على يد الحبيب المصطفى. إذن إخوة الإيمان، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه بهيبة ووقار. سبحان الله، وكان كما قلت عمر بن الخطاب يستشيره كثيرا لرجاحة عقله. كان يقول في بعض المواطن التي يستعين فيها برأيه، ماذا يقول؟
لولا معاذ ابن جبل لهلك عمر. إخوة الإيمان، عمر وما أدراك ما عمر، لا يتشبث برأي، لا يعتد برأي. لماذا؟ لأنه تتلمذ على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم في قول وأمرهم شورى بينهم. إذن لولا معاذ بن جبل لهلك عمر، لم يقل عمر أنا الذي أعلم وأنا الذي أفتي وأنا الذي يسود والأمر وأن ما دوني لا يفهم شيئا. هذه تربية الإسلام وتلك تربية الشيطان، أن يغتر الإنسان بعلمه، أن يعتد بنفسه، أن يرى أنه هو سيد الموقف والكل دونه علما وذكاء ورجاحة عقل. نظرتم إخوة الإيمان إلى تربية الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. عمر ماذا يقول؟ يقول عن معاذ بن جبل: عجزت النساء أن يلدن مثله، ولولاه لهلك عمر، كما ذكره قبل لحظة: لولا معاذ لهلك عمر. هذه شهادة أخرى تضاف إلى سجل عمر، قدمه عمر في الفقه. قال ماذا؟ اسمعوا هذه الجملة الجميلة جدا، قدمه عمر في الفقه. ماذا قال؟ قال: من أراد الفقه فليأتي إلى معاذ بن جبل. متى الحبيب المصطفى انتقل إلى الرفيق الأعلى ومعاذ بن جبل أين؟ في اليمن، منذ أن وجهه الحبيب المصطفى يعلم المسلمين هناك ويفقههم في الدين. لكن عندما أصبح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين، رجع معاذ من اليمن، وكان عمر قد علم أن معاذا قد أثرى. ما معنى أثرى؟ أي أصبح له مال وفير. إخوة الإيمان، استمعوا إلى هذا الموقف، انظروا إلى عظمة هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وليجعل كل واحد فينا هذا النهج ميزان. هل كان موقفه كموقف معاذ أم يتغير موقفه؟ تعالوا لنعيش هذه القصة الجميلة جدا. قلنا أن عمر علم أن معاذا أثرى لما رجع من اليمن، كان له مال، فاقترح على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله. قال له: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا أبا بكر، لابد أن تشاطره ماله، خذ نصفه وأبقي له نصفه. ولم ينتظر عمر أن يأتي الرد من؟ من معاذ، بل نهض مسرعا إلى دار معاذ وألقى عليه مقالته. قال له: يا معاذ، عليك أن تعطي نصف مالك لأبي بكر لأنك أثريت. لكن المشكلة أن معاذ كان طاهر الذمة، ولئن أثرى وجمع مالا خلال عمله هناك فذلك لا يعني أنه اكتسبه من الحرام، لا، أن معاذ لم يقترف شبهة في جمع هذا المال، لكن رفض طلب عمر وناقشه رأيه وتركه عمر وانصرف. وفي الغداة إخوة الإيمان، يعني في الغد، كان معاذ يطوي الأرض حثيثا شطر دار عمر، جاءه مسرعان وما كاد أن يلتقي بعمر حتى عانقه طويلا ودموعه تسبق كلماته، ويقول له: تعالوا لنسمع ماذا قال.
نحن لو أن أحدا يقول هذا ويتهمني هكذا لأقسمت أن لا أحدثه طوال عمري. لا يعني ما تركت مجلسا إلا وتحدثت عنه بالسوء. هكذا ربينا نحن، لكن ليس هكذا ربي من تتلمذ على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنسمع ماذا قال له، ماذا قال معاذ لعمر بن الخطاب. قال: لقد رأيت الليلة في منامي أني أخوض حومة ماء، بركة ماء، أخشى على نفسي الغرق، حتى جئت فخلصتني يا عمر. هذا ما رآه في منامه، فأخذ بيد عمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وطلب معاذ من أبي بكر أن يشاطره ما له. البارحة رفض، بعد أن رأى هذه الرؤيا خاف، وهو يعلم يقينا أن ما له حرام. فقال أبو بكر: لا أخذ منك شيئا. فنظر عمر إلى معاذ وقال له: الآن حل مالك وطاب، الآن حل مالك وطاب. هكذا كان إخوة الإيمان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما كان أبو بكر الورع الخائف من الله ليترك لمعاذ درهما واحدا لو علم أنه أخذه بغير حق، وما كان عمر بن الخطاب متجنيا على معاذ بتهمة أو ظن. وإنما إخوة الإيمان هو عصر المثل، عصر المبادئ، عصر القيم، عصر الأخلاق. كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذرى الكمال الميسور، إلى قمم الأخلاق، فمنهم الطائر المحلق، ومنهم المهرول، ومنهم المقتصد، ولكنهم جميعا كما يقول سادتنا العلماء في قافلة الخير سائرون. إخوة الإيمان، عندما نتحدث عن هؤلاء العظام علينا أن ننحني إجلالا أولا لهؤلاء السادة الأجلاء، وثانيا للمعلم العظيم الذي ربه، وثالثا يجب أن نضعه في المقدمة، هو رب العزة الذي أكرم الأمة بهذا النبي. إخوة الإيمان، أدركنا الوقت، لكن الحديث جميل عن معاذ، الحديث جميل عن كل صحابة الحبيب المصطفى، أدركنا الوقت. لذلك لا يسعني إلا أن أودعكم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، إن كان لنا في العمر بقية، نكمل حديثنا عن معاذ، نكمل حديثنا عن هذا العلم من أعلام الصحابة، من أعلام الإسلام رضي الله عنهم وأرضاه. لا يسعني إلا أن أقول لكم: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.